متفقين معكم عالم الصباح. وقبل بدي اقول ثانك يو لهي المفاجاه اللي بتعقد، ان كنا شيف سيمين، لسحر، لمنى عايده، للكل، ولا اكيد الشبيبه الطيبه الموجوده معنا بالاستديو. ثانك يو، بحبكم كثير كثير. وكمان في زعلي ما فينا ننساك ابدا ابدا ابدا. على كل حال رح نكفي اكيد معكم، وابتسامه اليوم اكيد مش رح تروح ابدا. وضيوفنا اكيد بالاستديو وروى على صحه السلامه، رح نحكي عن العلاج المناعي للامراض السرطانيه اميونو اونكولوجي، فخلوكم معنا. صباح الخير. صباح الخير ولا ينعد عليك يا علمية. وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم بدي أحكي عن العلاج المناعي للأمراض السرطانية. هيدا فينا نقول مجال جديد، بعد عم نستكشف فيه وواعد جدا لعلاج الأمراض السرطانية. ضيف اليوم دكتور فادي نصر، مختص بالأمراض والأورام السرطانية. صباح الخير دكتور فادي. صباح النور، خليكم. صباح الخير. شو يعني علاج مناعي؟ شغلة جديدة هيدي. صحيح، العلاج المناعي شيء عم نكتشفه نحن وياكم جديد. هلا معروف من زمان، وكنا نقول انه في شيء من زمان، بس للاسف ما تطور. يعني من 1898 في شخص اسمه كولي بجامعه كبيره بامريكا بلش فيه، وانطفت القصه لهالايام. يعني تقريبا دهر انطفت ورجعت ولعت بهالايام، لان بلشنا نشوف نتائج. بس كنا نقول اول انه السرطان هو خليه، هالخليه بتتكاثر، وبس تتكاثر بتعمل شغلتين، تنتشر بالجسم وهي هيك بتقتل، وثاني شغله بتنتشر حوالي المنطقه. يعني اذا كان عندي بالصدر نعرف انه بتنتشر داخل الثدي مثلا. نعم. لكن بنسميها انفلتراتيف او انفلتراسيون دو تيسيو افوازينون لحده، يعني بتنتشر بالخلايا اللي حوالينا. نعم، هي الخليه السرطانيه عم نحكي. هي الخليه السرطانيه. نعم. على اساس هيك بالاول قلنا العلاج للسرطان هي العلاج الكيميائي. شو بيعمل العلاج الكيميائي؟ بيقتل هالخلايا اللي بينتشروا بسرعه، اللي بيتكاثروا بسرعه. بس للاسف شفنا انه ايه، من في تفعيل، يعني في تحسين، بس للاسف ما كنا عم نطور نسخه الحياه، بس ما كنا عم نشفي هالامراض. بيجي بمرحله ثانيه تقريبا بالتسعينات ال2000 بتغير النظريه تبع الكانسير. بنقول انه السرطان هي خليه بتجن، صحيح مثل ما حكينا، وبتتكاثر، بس تجن في مشكله جينيه بصير فيها، صار في خلل جيني لحتى تتكاثر بطريقه غير طبيعيه. صحيح. لكن هالخلل الجيني هي بتخلي هالخليه تتكاثر بسرعه. واذا لقينا بخلايا شو هو المشكله الجينيه، ما ممكن نتفاعل مع الكانسير ونشفيه او نقضي عليه والى اخره. واجوا العلاجات بنسميهم العلاجات الموجهه. هالعلاجات الموجهه صاروا مثل الازيت الموجهه، يعني بتقصف ازيت ما بتروح الا على الشخص. ما اثبتوا فعاليتهم بكل الحالات، صح؟ صحيح. هلا في فعاليه كبيره لها، بس شو بكل الحالات؟ يعني ما كنا عم نصحح هالناس، يعني كنا عم نطول حياتهم. بس للاسف هالخليه ذكيه، وهالخليه الذكيه بتتحول، يعني بتعمل ميوتيشن، وهالميوتيشن بتخليها تصير ريزيستنت من جديد. يعني لو اعطينا الدواء بتتطور، هالخلل الجيني بيصير خلل ثاني محله، وما بقى والعلاج الموجه ما بيأثر عليها. بيأثر هو بمرحله ثانيه، ما بقى يأثر، لكن حسنا، نحن بنسميها بطبنا هيك بروجريشن فري سرفايفل، يعني صاروا الناس يعيشوا اكثر. نعم. بس للاسف كمان بعدنا بنرجع، بس هالخليه تغير حالها وتصير ريزيستنت، يعني مقاومه للعلاج، ما بقى فينا نقدر. فاذا بالعلاج المناعي شو عملنا؟ رح نفلجي فيهم هلا بعد شوي، هالفيلم رح يفسر شو العلاج المناعي الجديد. لقينا انه الخليه السرطانيه بحد ذاتها بتعمل هي مضادات حيويه مثل ماسك. نعم. بتخلي هالماسك يجي عليها، وبتخلي المناعه تبعنا ما بقى تشوفها. ليه عم نقول هيك؟ تحمي حالها. صحيح. لان احنا انا وياكم كل يوم نعمل سرطان، والمناعه تبعنا بنسميهم الليمفوسيت تي، يعني هالكرويات البيض نوع تي بيجوا بياكلوا هالخلايا السرطانيه، وهي كل يوم بتصير. نعم. بقى بس ما بقى تصير بصير عندنا سرطان. نعم. وهذا ما كنا هيك واعيين له، كنا بنشك فيه، بس ولا مره قدرنا نفهمه. بنشوف الفيديو، بنشرح احسن ليكون واضح. صحيح. للناس. صحيح، يكون واضح للناس. هذا الفيديو جاي من انستيتيو كبير اسمه دانا فاربر بامريكا، بس تيفسروا للناس
شو يعني الاميون ثيرابي؟ نعم. لان بعض الناس هيك ضايعه وحتى الحكمه ضايعه شو يعني اميون ثيرابي، لانه بعده مجال جديد، هذا شيء جديد جدا جدا جدا، يعني بعد ما صرنا 6 اشهر عم نحكي فيه بالعالم. حلو. بس انا بتشكر كم مره و20 مره لبنان مثل ما هو كل المسؤولين بلبنان، لان بامريكا كان اول الاف دي اي اخذوا بامريكا، ثاني بلد بالعالم كان لبنان. شغله كثير مهمه، فاذا تنشوف كيف بيشتغل، قلنا الخليه السرطانيه بتحط مثل ماسك او غطاء لحالها، صحيح، بتخبي بتحط حالة. مثل ماسك لحالها. نحن شو كنا نقول قبل؟ بنقول هذا الطبيب يعني، كنا نقول انه الجسد مثل ما شايفه هون مليارات الخلايا، نعم. وهالمليارات الخلايا بتفاعلوا ببعضهم، ونحن بنعرف مثل ما حكينا انه كان عندنا كل يوم كانسير، وهالكانسير هالخليه اسمها لينفوسيت تي، هي من الكرويات البيضاء، بقى هي بتحمينا، هي بجسمنا وبتحمينا، تقتل الخلايا السرطانية. صحيح. نعم. لكن هي عندها مدفعية، يعني عندنا تنسهلها، وهالمدفعية بيبقى عندها مثل مودو باس بتشوف الخلايا، إذا لقيت إنه هالخلية مثل ما شايفين هون مش منيحة تقتل. سرطانية، بتأكد إنه هي خلية سرطانية لأن عندها مودو باس، لكن أكدت إنه هي خلية سرطانية، وبتهجم عليها هالنافوسيتي وبتكلها. نعم. هيك بيصير كل يوم فينا. بس للأسف للأسف إيه صحيح. للاسف للاسف مثل ما شايفين اوقات الخليه مثل ما شايفين ورا بتلبس ماسك اخضر هيك انه هي منيحه، خبت حالها. بقى هالخليه السرطانيه بتخبي حالها. بقى الحكى الاطباء قالوا انه هالخليه السرطانيه بتلبس ماسك، وهالماسك بتخلي هاللنفوسيتي ما بقى يشوفها، يعني كريات الدم البيضاء الجهاز المناعه ما بقى يشوفها. وعرفنا شو اسمه، سميناه هون بي دي 1 وبي دي ال 1. بي دي ال 1 مثل ما شايفينها بتبقى على الخليه السرطانيه، والبي دي 1 تبقى على الخليه اللي بتحمينا. وبس تجي الخليه تتكلها بتقول لها لا انا صاحبتك، ما انا مش خليه من سرطانيه، ماني عدو، بتخلي هالسرطانيه خليه سرطانيه مثل ما شايفين هون تتكاثر. وبس تتكاثر بيصير السرطان وبيقتل الشخص. بقالوا الاطباء اذا قدرنا نحن نوقف هالموضوع ونرجع نخلي اللينفوسيت تي هي اللي بتحمينا، جهاز المناعه يتقوي، بنوقف هالعلاقه بين هالاثنين. هيدا الدواء هيدا شايفينه اخضر، هيدا الادويه الطالعه جديده، لكن هيدا الدواء اسمه انتي بادي للانتي بي دي ال 1، بوقفه وبخلي من جديد من جديد الخلايا المناعية تشوف الخلايا السرطانية مثل ما شايفين هون، ترجع تقضي عليها من جديد. نعم. وهيدا الدواء جديد رح نشوف شو النتائج طلعوا. نعم. يعني بخبركم شو النتائج. شو النتائج لكل أنواع الأمراض السرطانية ولا أنواع معينة؟ رح أقول شو نحن بجابوا. نحن 17/2/2016 بنفات مرة اليوم مهم كثير اليوم، لكن ب 17/2/2016 شو عنا بالعالم، يعني وين صار عنا أبروفل بالعالم، نحن نسميه، بتعرفي امريكا بتضل هي من الفعالين بالموضوع، بنسميه اف دي اي، اف دي اي يعني الفود اند دراج ادمنستريشن، عطوا موافقه لان صار في دراسات على الموضوع. اول دراسات صارت بمرض اسمه ميلانوما، اللي هي مرض امراض سرطان الجلد. نحن كلنا بنعرف انه الميلانوما بسرطان الجلد للاسف بيصيب الناس صغار بالعمر، وخاصه الفتيات صغار بالعمر بين ال 20 وال 40 سنه. هالفتيات بيبقى عندهم شاميه، هالشاميه بتتعرض للشمس كثير وبتحول لمرض خبيث، واذا انتشر كارثه. نعم. لأن إذا صار استعد أربعة، يعني انتشر المرض من الجلد لا غير محلات بالجسم، بيصير هذا خطير كثير. وللأسف شو ما نعمل بالقبل، يعني علاجات كيميائية وشو ما بدك وإلى آخره، كان ماكسيموم واحد يعيش سنة ويموت من هالسرطانة. نعم. بالعلاجات المناعية اللي عم نحكي عنها، اللي هي أول دراسات صارت على هالميلانوم، نعم، لقينا أنه 20% بلشوا كثير ناس يعيشوا لمده طويله. وثاني مرحله لقينا اذا خلطنا علاجين مناعي نطلع ل 40 و60% ناس بعيشوا سنين اذا تجاوبوا على العلاج. ثاني محل هو سرطان الرئه. بسرطان الرئه بعدنا لهلا بنعطي علاج كيميائي باول مرحله، بس اذا راجع المرض ومثل ما حكينا استاد اربعه منتشر، كمان 20% من هالناس فين يعيشوا لمده طويله. وثالث سرطان هو سرطان الكلي. لكن عندنا ثلاث سرطانات عم نستعمل العلاج المناعي لحد هلا، بين ونتائج رهيبه. نعم. عليه وبنضل ناخذ العلاج المناعي على طول هلا. لهلا عم نحكي بهالموضوع، بس بعد مش عارفين قد ايه لازم ناخده. بعدنا عم نكتشف. وبدي اقول اخر كلمه، جاي تقريبا على 16 سرطان. ليه جاي كثير؟ نعم. لان مثل ما قلنا ما بيشتغل
على الخلية السرطانية، بيشتغل على المناعة تبعنا مثل ما شفنا، وهو رح يحارب وياكل السرطان. شكرا لك دكتور فادي، أكيد مثل ما المشاهدين معودين دايما نوفيهم بكل شيء جديد، فالعلاجات المناعية للأمراض السرطانية يمكن فينا نقول أحدث وسائل العلاج للسرطان، إن شاء الله تكون واعدة وتعطي النتائج المرجوة مثل ما عم نشوف. شكرا لك. شكرا لك دكتور فادي، بريك ومنكفي.